السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما خلصت شغل على تكلا بيم سايت عايزين نبدأ نحفظه، فباجي هنا على اسم المشروع واقول له شيرينج، ممكن ابعته من خلال الايميل او ممكن اقول له سيفولي كملف، ساعتها بيسيفولي بامتداد بي سي اف زد اي بي. ده ملف بيحتوي كل الملحوظات اللي انت كاتبها، كل النوتس، كل العلامات، تمام. ممكن اقول له بعد كده امبورت نوتس، فتفتح الملف دوت من على جهاز اخر، يعني ممكن واحد يسافه على جهاز ويبعت الملف الصغير دوت، مساحته تبقى 1 كيلو بايت، حاجه بسيطه خالص. وبعد كده تفتحه من على جهاز.